ممكن يكون الكونتنت بتاعها مختلف. بس انا احكي لكم قصة غريبة شوية. القصة دي يعني انا اعرف اطرافها يعني، ويعني صاحبها حتى طلب مني ان انا اعرضها على القناة عشان ناس تانية تتعظ وتستفيد من القصة اللي انا هحكيها لكم دلوقتي حالا. موضوع الحلقة هو يعني ازاي تقي نفسك او تحمي نفسك من الحسد ومن السحر، وهل السحر موجود فعلا والحسد موجود في حياتنا فعلا ولا لا. قبل ما ابتدي في الفيديو، يا ريت تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وبليز يعني تتفرجوا على الحلقة دي وتعملوها شير لكل حد تعرفوه، عشان موضوع الحلقة موضوع مهم جدا جدا، وموضوع للأسف ناس كتيرة جدا بتعاني منه. انا احد اصدقائي او اقربائي يعني بمعنى اصح، كنا بنتكلم فبيقولي رشا، عشان بيقولي عايزك تعمليلي زي قراءة خاصة وتقولولي يعني انا ايه اللي هيحصل لي، او يعني ايه الفيوتشر وايز بتاعي، علشان انا عندي مشكلة. المهم المشكلة ان حكاها لي باختصار ان الشخص ده كان متجوز من واحدة، هي مش جواز مش عن حب، لا جواز صالونات، وهو كان مرتبط ببنت تانية وكان بيحب حبيبته الاولانية جدا، بس بسبب مشاكل عائلية سابوا بعض، فاضطر يعني جواز صالونات بحت مع البنت ديت. بس هو كان بيقولي دايما كنت بحس ان هي شخصية مش سوية، يعني شخصية مريضة، شخصية بتحب تعمل مشاكل، شخصية بتاعت مشاكل يعني. المهم يعني هو بقاله فترة ما بيشتغلش، يعني بقاله 3 سنين الشخص ده ما بيشتغلش، كل ما بيروح شغل يترفض، كل ما يروح شغل يترفض، كل ما يروح شغل يترفض. فبدأوا بقى يعني ايه، يعني بدأ يعني مش عارف هو ايه الماجيك اللي بيحصل ده. هو شخص ناجح جدا، شخص عنده شاطر، فليه بيسقط، ليه بيفشل، ليه بينجح، ليه مش بينجح. المهم ان هو يعني حد قالوا له طب روح لشيخ يعمل لك رقية شرعية يمكن انت محسود، لان هو كان شخص ناجح جدا وكان عنده شركات. فعلا هو راح لشيخ قاعد يقرأ له الرقية الشرعية في المسجد. قام جه قال له طب يعني انت تمانع ان انا اجيب شيخ يعني يقرأ عليك القرآن، لان انا حاسس ان انت في حد عمل لك سحر او عمل لك عمل. وقال له لا مش مقتنع بالكلام ده ومش عارفة ايه. المهم فجابوا شيخ اللي هو متخصص في الحاجات دي وقعد يقرأ له قرآن، فاكتشفوا ان الشخص ده حد عمل له عمل. المشكلة مش من ان في حد عمل له عمل باللي هو واقف الحال، ان هو الشخص ده يفشل في حياته وان هو ما يكملش وما يكونش ناجح، مش دي المشكلة. مش مشكلة ان هو اتعمل له سحر، ان هو يبقى شخص فاشل وعنده واقف حال، لا. المشكلة ان مين عمل له السحر ده، مين عمل له العمل ده. اكتشفوا ان هي يعني قدروا ان هم يتواصلوا ويعملوا ريفيو، اكتشفوا ان مراته اللي عملت له السحر ده، علشان هو عايزاه يفضل يحبها وعايزاه يفضل عايزه تبقى هي الامر الناهي، فهي عايزه تفضل تشتغل وهو ما يشتغلش، وهي اللي تصرف على البيت، فهي اللي تبقى اقوى منه، فبالتالي هو ما يطلقهاش وما يفكرش يتجوز عليها وما يفكرش ان هو يعني يبص لحد تاني. انا مش قادره اتخيل بصراحه. انا بالنسبه لي القصه كانت قصه يعني اللي هو ماجيك، يعني ان انا افضل يعني ان انا يعني ابص لحد تاني، او عشان ما ابصش حد تاني يعمل لك سحر او يعمل لك عمل، ان انت حالك يقف ما بقاش معاك فلوس وما بقاش بتشتغل، فبالتالي انت مش هتقدر عندك الامكانيات ان انت تصرف، فبالتالي مش هتج... انا مش قادره اتخيلها. المهم ان هو لما اكتشف راح واجه مراته، وهي فعلا اعترفت وقالت له ان اختها مش عارفه جوز اختها اقنعها بالموضوع، وهي فعلا عملت الكلام دوت. والمهم ان هم انفصلوا وطلعوا. سيبكم القصه دي كلها، بس انا القصه دي كلها بقولها لكم ان فعلا في حاجه اسمها سحر، وفي حاجه اسمها اعمال، وفي حاجه اسمها حسد، ودي حاجه حتى ذكرت في القران يعني. وسيدنا يعني في لا يعني دي حاجه كانت سيدنا سليمان كان بيسخر الجن ان هم يعملوا له حاجات اكسبشن، ويعني حاجات اللي هي فوق المستوى الخيال يعني. فالسحره موجودين، ايوه. وربنا يعني اي شخص بيروح للسحره ده شخص مطلوب عليه، والساحر ده شخص يعني بيموت فقير وبيموت بيبقى شكله اصلا مغضوب عليه، يعني الساحر ده شخص مغضوب عليه. ازاي نقدر نحمي نفسنا من الحسد ومن يعني من الحسد ومن السحر؟ لان اكيد في ناس مش سويه، وفي ناس ممكن تفكر تبص لك بنظره حسد او نظره حقد او نظره غيرة قوية، او ناس تروح تعمل لك اعمال او تعمل لك سحر علشان يحطموا حياتك. اول حاجة انا شايفاها يعني اول علامة او اول هو القرب من ربنا سبحانه وتعالى، الصلاة. يعني انت تكون شخص بتصلي، تحاول تحافظ على صلواتك على قد ما تقدر طبعا، يعني الصلوات الخمسة اللي هي الفرائض. يبقى الصلاة والقرب من ربنا ده رقم واحد. رقم اتنين ان انت تحاول
تقرا اذكار التخصيم او اذكار الصباح والمساء يعني، كل ما يعني دايما لو مش عندك ادخل اعمل سيرش على اليوتيوب او على جوجل على اذكار الصباح والمساء، يعني خلي عندك ورد او ذكر يومي. دايما حاولوا ان انتوا يكون عندكم ذكر اسبوعي او قراءه قران اسبوعيه، يعني زي سوره ياسين، سوره الواقعه، سوره تبارك، سوره الدخان، سوره البقره. سوره البقره دي لو حد مسحور وقراها السحر ده بيتشال عليها، يعني دايما حاولوا ان انتوا تشغلوا سوره البقره عندكم تبقى شغاله على طول على طول على طول، ان هي بتشيل اي سحر او يعني هي بتقضي على السحر. في دعاء يعني هي امي علمته لي بصراحه، انا هقوله لكم النهارده، يا ريت تكتبوه، يعني ممكن توقفوا الفيديو تروحوا تجيبوا ورق وقلم وانا هقول لكم الدعاء ده. الدعاء ده انتوا لو قريتوه كل يوم قبل ما تخرجوا من البيت، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيحفظكم وبيحميكم من اي ضرر، بقى اي ضرر يعني اي ضرر مادي او اي ضرر معنوي او نفسي لحد ما ترجعوا البيت تاني. الدعاء ده انا هحكي لكم قصته في فيديو تاني، بس الدعاء بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الاسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، بسم الله على اهلي ومالي، بسم الله على كل شيء اعطاني رب اعطانه ربي، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، اعوذ بالله مما اخاف واحذر، الله ربي لا اشرك به شيئا، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست اسماؤك. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الدعاء ده أمي حفظتهوني من وأنا في أولى إعدادي أعتقد، أنا لسه حافظاه لحد دلوقتي، يعني حافظاه عشان أنا بحس إن أنا لما بقراه يعني ربنا بيحميني، ربنا بيحفظني، ربنا بيبعد عني اي حاجه شر. وعايزه اقول لكم ان انا يعني مره كنت قريت الدعاء ده يبقى عندي يقين ان انا لما تقراه يبقى عندك يقين ان ربنا هيحفظك، لان في حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام هحكيه لكم في حلقه تانية عشان بس ما بعدش عن محتوى الحلقه. بس الدعاء ده انا عايزه اقول لكم ان انا مره كنت انا واصحابي مسافرين اسماعيليه وحصلت حادثه كبيره جدا جدا، واحنا كنا في نص الحادثه في وسط الانفجار، يعني عربيات انفجرت وبدات كل حاجه تنفجر. المهم ان انا يعني كنت قارئ الدعاء ده قبل ما اسافر، يعني انا متعوده ان انا قبل ما اخرج من البيت بقراه. فانا في وسط المعمعه والعربيات بتنفجر من حوالينا وفي عربيه مولعه واحنا مش يعني ممكن في لحظه انا واصحابي وبنتي كانت معايا كمان رن الدنيا تولع وان احنا نموت. يعني انا قعدت اقرا القران ده بثبات وقعدت اقراه بيقين ان انا ربنا هيحفظني، وانا كنت قلت لا احنا ان شاء الله باذن الله مش هيكون حاجه، لان انا قراته بيقين ان انا ربنا هيحفظني لحد ما ارجع البيت تاني. فكنت بقراه يعني كلنا بقى اللي بيصرخ واللي بيصوت، بس انا قعدت اقرا الدعاء وانا متاكده ومتيقنه ان شاء الله باذن الله ربنا هيحفظني. وفعلا صاحبتي مها قدرت ان هي تعدي بسرعه جدا بمعجزه مش طبيعيه، ان هي اول ما عدينا الانفجار ازداد جدا وبدات العربيات تنفجر. انا عمري ما هنسى اليوم ده، يعني الكلام ده حصل من سنتين، بس الحاسه دي بتفضل في ذهني كده، بقعد افتكر قد ايه باورفول بتاعت الدعاء ده. يا جماعه الدعاء ده بيحفظ، يعني احفظوا حطوه في ورقه، اطبعوه، اكتبوه واطبعوه، حطوه على باب الشقه، وعلموا اولادكم ان هم يحفظوه، ان هم قبل ما يخرجوا يقروه. اقروا الاذكار الصباح والمساء، في دعاء، في بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الاسماء، بسم الله لا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض وفي السماء وهو السميع العليم. دي لازم تتقري 10 مرات في اليوم، اللي هو بسم الله اللي انا الدعاء اللي انا قلته ده يتقري 10 مرات في اليوم، اللي هو بسم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض وفي السماء وهو السميع العليم. دي تتقري يعني 10 مرات في اليوم، انا شايفه ان هي بتحفظ. اقرأوا قل هو الله احد وانتم خارجين، حاولوا تحافظوا على الذكر، خلي عندكم يقين ان انتوا لما تقروا الاذكار ديت لما تدعوا ربنا يعني ده ربنا يحفظكم. لان فعلا في ناس مش كويسه، في ناس بتفكر ان هي ازاي تحطم الناس. وانا عايزه اقول لكم ان انا يعني انا ما كنتش مقتنعه بموضوع السحر وموضوع الحسد، بس بدات اقتنع لان حصلت قدامي مواقف اللي هو خلاص ده يقين بالنسبه لي ان في سحر وفي حسد، في ناس عندها شر وعندها حقد وعندها ان هي ممكن تاذيك بطريقه. يعني انا هحكي لكم قصه برضو ان انا في البلد بتاعتي، انا اصلا اوريدي من المنصوره، ان هم اكتشفوا ان في يعني راحوا يدفنوا ناس ميته في المقابر، اكتشفوا ان في اعمال او في سحر اللي هو ورق بقى محطوط مع الناس الميتين، انتوا متخيلين؟ لا في ناس سحره، في ناس ما عندهاش ضمير كتير، في ناس هدفها ان هي تحطم حياه ناس تانية مجرد اسباب تافهه. يعني
حاولوا ان انتوا يعني تحصنوا نفسكم، وحاولوا ان انتوا يبقى عندكم يقين ان انتوا ان انتوا ان شاء الله باذن الله جسمكم يكون قوي، ان انتوا ما تتاثروش بالحاجات دي، لان في جسم مؤمن قوي مهما اتعمل له سحر، ومهما اتعمل له اعمال، ومهما اتعمل، ومهما في حقد، طاقه حقد جت حواليه، الا ان طاقه الانسان دي بتبقى قويه لدرجه ما فيش اي حاجه بتخترق، وما فيش اي حاجه بتخترق جسمه. احفظوا الدعاء دوت، وبليز يا جماعه اعملوا شير ده الفيديو ده لاي حد تعتقد ان هو ممكن يستفيد من الفيديو ده. بشكركم، بليز ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناه.